وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب، وهي صلاة الأوابين. لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب، وهي صلاة الأوابين. رواه ابن خزيمة وحسنه الألباني. ومن صلاها حفظه الله في بقية يومه وكفاه حاجته. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى أنه قال ابن آدم، يعني يا ابن آدم اركع لي 4 ركعات من أول النهار أكفك آخره، اركع لي 4 ركعات من أول النهار أكفك آخره. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه الألباني. ومعنى هذا الحديث أن العبد إذا صلى صلاة الضحى، ولا سيما إذا صلى 4 ركعات، فإن الله يحفظه بقية يومه ويسر خاطره بقضاء حوائجه، فييسر الله له حوائجه وتقضى حوائجه في يومه ذلك. أيضا في التعب لصلاة الضحى، لأن صلاة الضحى أحيانا يا إخوة تحتاج تعبا، لأنك قد تكون في العمل فتحتاج أن تقوم، قد تكون يعني في دكانك فتحتاج أن تصعد إلى بيتك. في التعب لصلاة الضحى أجر العمرة، فمن تعب ليصلي صلاة الضحى كتب الله له أجر المعتمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم من خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر. رواه أبو داود وحسنه الألباني. من خرج، قال بعض أهل العلم معنى من خرج يعني من خرج إلى المسجد، ولذلك ذهب بعض العلماء أن الأفضل في صلاة الضحى أن تصلى في المسجد، نص عليه الشافعية، لكن لا يظهر هذا والله أعلم. إنما يستحب أن تصلى في المسجد في حالة واحدة سأذكرها إن شاء الله، ولكن معنى من خرج إلى صلاة الضحى يعني من تعب قام ليصلي صلاة الضحى، فترك عمله، ترك تجارته من أجل صلاة الضحى، لا ينصبه يعني لا يتعبه إلا إياه. ما ذهب إلى البيت ليرتاح، لا، ذهب ليصلي صلاة الضحى. ما ذهب إلى الحمام إلا ليتوضأ من أجل أن يصلي صلاة الضحى. من فعل هذا فأجره أجر المعتمر، يعني يمكن كل يوم تأخذ أجر المعتمر بأن تخرج وتتعب نفسك من أجل صلاة الضحى، وهي أيضا صلاة محظورة مشهودة، تحضرها الملائكة وتشهد لأهلها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال صل صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح. رواه مسلم.